مرحبا يا جماعة، شلونكم؟ طمنونا على حالكم، ان شاء الله تكونوا في ألف خير وفي ألف صحة. بحلقة اليوم رح نعمل ردة فعل على التريلر الأول لمسلسل كازا دي بابل بالموسم الخامس تبعه، بأول خمس حلقات يعني بالقسم الأول من المسلسل. بين تقريبا دقيقتين ثلاثة حسب ما قالوا انه رح ينزل التريلر الأول، فيعني انا مثلي متكر حاليا انا بستنى بس ينزل فورا رح نعمل ردة فعل. لبين ما ينزل خليني اذكر في مواعيد الموسم الخامس. الموسم الخامس رح يجي مقسوم لقسمين، خمس حلقات بخمس حلقات يعني بارت 1 وبارت 2. البارت 1 رح ينزل بثلاثة 9 يعني شهر الجاي تقريبا مثل اليوم او بكره شهر الجاي، والبارت 2 يعني الخمس حلقات الثانيه رح تجي ب 3/12 اخر شهر من السنه. يعني السيزون الخامس مقسوم لقسمين، خمس حلقات بخمس حلقات. فخلينا نشوف هلا بقى ايش وضع التريلر، نزل ولا ما نزل؟ سواء نطلع لازم يكون نازل. ها كهني، لا اينا، ها نزل الاعلان الاول لا كازا دي بابل الموسم الخامس، وصار له دقيقتين ثلاثه نازل، فمثلي مثلكم ما بعرف شيء عنه، رح نعمل رده فعل بشكل مباشر. فخلينا نقول بسم الله. اوكي هلا انا شفت الاعلان ومخي عطى ايرور 700,000 مرة صراحة. الموضوع يعني الى حد ما شوي مكركب، الاحداث ما هي مترابطة لانه ترتيب بطريقة معينة، بتحس انه في شيء عم بيصير قبل شيء بعدين شيء بيصير بعد شيء، فبتطلع هيك بتقول انه الترتيب ما هو نظامي، الترتيب ملعوب فيه لحتى يتشوش عقل المشاهد. انا هذا اللي حسيته من خلال التريلر الاول، هذا اللي اول انطباع حسيته. الشغلة الثانية واللي هي كانت متوقعة بنسبة 99% انه راح يكون في عنا حرب شاملة، في عنا قتل وضرب وخلص حرب عنا تحتصير في السيزن الخامس، هذا الشيء كان الى حد ما معروف. فاجل تريلر اكد لنا هذا الموضوع، وشفنا انه خلص الشرطة والجيش والدنيا كلها دخلت وبدهم يقتلوا الكل وينتهي الموضوع، هذا اللي شفناه في التريلر. لكن في نقطة كتير مهمة، انه انا اتوقع انه الهجوم اللي هن هجموه، الدخلة اللي دخلوها اللي شفناها نحن بالتفجير ومدري ايش، هاي الدخلة اللي انتم عم تشوفوه اساسا كصور هيك يعني على السريع، هي دخلة بطريقة معينة انا حسب توقعاتي الشخصية ما حتنجح. طيب خليني ابسط الموضوع واوصل لكم فكرتي. في عنا نحن مثل ما قلت لكم الجيش دخل بالرشاشات ومتفجرات وما بعرف ايش، بعدين شفنا صورة لباليرمو قاعد وعم بيطلع قدامه بطريقة، انا هيك اجاني شعور، ما بعرف ممكن هذا الموضوع يكون كله تحريات كلب ما بعرف، بس يعني انا هيك اجاني هذا الشعور انه باليرمو قاعد الزلمة وكأنه قدامه ما في جيش، ما في رشاشات، ما في حدا بده يجبره انه انت يا بتسلم حالك يا بنقتلك. الطريقة اللي كان عم بيطلع فيها قعدته بطريقة معينة، بتحس انه هو بدأ لك مرتاح، اكيد ما هو مرتاح، لكن بطريقه معينه انت اليوم وقت الجيش داخلين بمتفجرات ورشاشات وما بعرف ايش، ما هو منطقي اطلاقا تطلع هاي الصوره انه باليرمو رح يرتاح. انا هذا الشعور اللي وصلني، فما بعرف الموضوع ممكن يكون مثل ما قلت لكم تحريات كلب ما بعرف اطلاقا، بس انا هذا الشعور اللي وصلني. فيعني هاي النقطه كنت لازم اذكرها. بدي ارجع كمان لطوكيو لاول الاعلان، كانت قاعده محبوسه ما بعرف ايش، لكن خلال الاعلان نحن شفنا انه طوكيو عم تتقتل وبتضرب وبتقتل وما بعرف ايش، وحتى هذا الشرطي اللي كان داخل متسلى عليهم عملت هيك في ضربته، فبطريقه معينه بتحسوا في ترتيب مثل ما قلت لكم اساسا بالبدايه، الترتيب جاي لحتى يلخبطنا نحن كمشاهدين. هل طوكيو انحبست بعدين صارت الحرب؟ اكيد لا، لانه طوكيو كانت عم تحارب. طيب هل هي صارت الحرب بعدين انحبست؟ كمان اتوقع الموضوع لا، لانه طوكيو وقت اللي كانت محبوسه ما كان مبين عليها علامات انه هي كانت في حرب وضرب وقتل وما بعرف ايش، فبطريقه معينه انا مالي عارفان ترتيب الاحداث شلون راح يكون، تشوشت للامانه يعني انا تشوشت. والشيء اللي باكد عم بحكيه هلا رجعت طلعت على التريلر لحتى اتاكد من هي الفكره انه جد تشوشت، رجعت اتاكدت انه طوكيو في اول الاعلان كانت اساسا لابسه اللبس الاحمر، لابسه وقاعده وعم تقول انا محبوسه صار لي ساعات وما بعرف ايش، فهي كانت لابسه اللبس الاحمر، لكن وقت اللي كانوا هاجمين الشرطه عليهم عم تضرب تقتل برشاشات وما بعرف ايش، ما هي كانت اطلاقا، كانت لابسه كنزتها السوداء. ما معقول راحوا الشرطه مسكوها لبسوها هذا الاحمر، مو منطقي اطلاقا يعني. فترتيب شلون؟ يعني هل هي راحت قاتلت بعدين مسكوها ولا مسكوها بعدين قاتلت؟ طيب اذا هي كانت ممسوكه من قبل الشرطه شلون وصلت لعندهم لعند الفريق لحتى راحوا علقوا مع بعض؟ فبتحس انه في حلقة مفقودة، وهذا الشيء اللي فعلا كاسا دي بابل بتميز فيه، انه هو اعطاك اعلان يحمسك بطريقة مجنونة بنفس الوقت ما يفهمك ترتيب الاحداث، ما يفهمك هذا السيزن شلون راح يمشي، فهي نقطة بتنحسب لذا كاسا دي بابل. طيب هلا في صورة حاط لكم اياها كمان تفرجوا عليها معي، في عنا واحد قاعد في الارض ومربط اساسا ملزقينه ومدري ايش، فعلى الاغلب حسب ما هو مبين اصلعاني، جسمه مدرب مبخوش ما بعرف ايش، عليه اثار مثل انه هو اكل قتل واكل تعذيب، فعلى الاغلب هو هذا الشرطي او اللي مع الجيش ما بعرف بالضبط ايش كان اللي داخل لعندهم على الفريق كجاسوس وهيك، على الاغلب هذا هو، فانه الفريق
ألقى قبض عليه ولزقه وبعته للجيش. فهل من الممكن أن نحن نربط بين هاي اللقطة ولقطة أنه هن وقفوا الأوتيل؟ لأنه مثل ما قلت لكم لقطة باليرمو وقت اللي كان قاعد كان إلى حد ما مرتاح أنه أنا ما في قدامي شرطة، ما في قدامي جيش، ما حيلقوا القبض هاي وعلى الفريق حاليا في هذا الوقت. لكن بنفس الوقت هذيك اللقطة كانت بعد القتل والضرب والرشاشات والمتفجرات ما بعرف ايش. فهل ممكن احنا نربط بين هاي وهديك انه احنا طلعوا من مكان ما انتم هون، طلعوا الجيش لبرا، خلوكم كلكم برا، نعطيكم الرهينة اللي عنا، ممكن يكونوا عملوا هيك حركة؟ ما بعرف، اعطوني رأيكم تحت في الكومنتات. انا هذا اللي متصوره او هذا يعني الى حد ما ممكن اتوقع هذا الموضوع، انه هنن عملوا مقايضة، خدوا زلمتكم وطلعوا لبرا، ممكن يكون هذا الشيء صار كمان ما بعرف. فيعني هي كمان هيك الفكرة خطرت على بالي. طيب هلا بقى خلينا نحكي بالبروفيسور وش اللي رح يصير فيه حسب الإعلان ووجهة نظري الشخصية. أنا أتوقع إنه البروفيسور رح يطلع من هذا المأزق اللي هو فيه بطريقة معينة، بخطة هو حيططها، ممكن عن طريق ابنه للشرطية، نسيان الاسم، هلا رح أحط لكم صورته بكل الأحوال. هي ممكن تحامل، على الأغلب البروفيسور رح يستغل هذا الموضوع، يكون حيطط خطة معينة، شيء معين ما بعرف بالضبط، ممكن يستغل هاي النقطة انه انت عندك ولد بطريقة معينة، طبعا ما يقتل الولد، انه هو عنده مثل مبدأ، البروفيسور عنده مبدأ معين هو بيني شخصيته على هالأساس، فعلى الأغلب انه ما حيقتل الولد، ما حيأذي الولد، لكن رح يهددها في الولد. انا هذا اللي بقوله، انه رح يطلع من هذا المأزق، رح يطلع منه، بس بقى الطريقة يعني 50% او حتى 40% بحط احتمال الولد. فهي هيك توقعات، يعني ممكن تزبط ممكن تخيب بالأخير. يعني هذا هو الإعلان. خلينا نحكي بقى على آخر نقطة. آخر نقطة بدنا نحكي عليها هي الجو اللي رح نعيشه في السيزن الخامس من هذا المسلسل. شوفوا انا سبق وقلتها 100 مرة يمكن، صار انا بعشق لا كاسا دي بابي لسبب جدا بسيط، بيعرف يعمل لك اكشن، بيعرف يشد المتابع، عنده كتير شغلات معينة، اسباب معينة بيخلي المشاهد يضل يتفرج على هذا المسلسل على انه ما عاد يعطيه قيمة فنية، بغض النظر عن القيمة الفنية وانه هو خلاص انا كمشاهد ما عاد بدي لا كاسا لانه قصته صارت كتير محلوبة. بغض النظر عن هالنقطة، في عنده اشياء جدا قويه، تعلق بالشخصيات، وحتى من خلال التريلر فرجينا كتير شخصيات انه انت متعلق فيهم، عم بيودعوا بعض، البروفيسور انت بتكون زعلت انه هو وقع في هاي الحاله. فهذا سبب، بس انا من الاسباب، السبب الثاني هو الاكشن، واللي انا بعشق المسلسل مثل ما حكيت بسبب الاكشن، رح يعمل لك شيء جدا 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 قوي من خلال هالدقيقه ونص بس. اتوقع نحن صرنا هلا بنعرف انت كانسان ما بتحب لك اساس بابل، لازم تعترف انه هذا مسلسل بالسيزون الخامس رح يعطي قنبله اكشن ما هي طبيعية اطلاقا. انا هذا توقعي، مو توقعي، هذا الشيء اللي واضح اساسا، وهذا الشيء اللي رح يصير، رح يعطيك قنبلة اكشن ما اتوقع ب 2021 كمسلسلات، يعني الا كذا جزء رح يجينا جزء من المسلسلات مثل لا كذا كاكشن رح يجينا، اتوقع هذا الشيء رح يصير. لا كذا دي بابي الموسم الخامس اول اعلان حللناه سوا، هي النقاط اللي انا شفتها، بتمنى تنزلوا تحت على الكومنتات تعطوني النقاط اللي انتم لاحظتوها، نتناقش بالموضوع، وانا واحد من الناس اللي برد على كل التعليقات، الكل 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 يعني الكل. اخي قرب لعندي شوي، معلش قرب شوي، ها الكل قرب كمان، الكل من دون اي استثناء. فاكتب لي تحت رايك في الكومنتات، خلينا نتناقش في موضوع، اترك لايك على هذا الفيديو، اشترك اذا ما انك مشترك. هذا كان كل شيء عندي في الفيديو اليوم، بشوفكم حلقة الجاي، سلام.